مساكم الله بخير جميعا. يا جماعة تفاجأت اليوم بكمية رسائل كثيرة وصلتني بالإنستغرام، قاعد يقولوا لي فيها إن في شخص ماخذ جزء من الفيديو اللي أنا نزلته عن مطار الجزائر وقاعد يسيء في هذا الفيديو للجزائر، رغم أني حاليا أساسا مو بالكويت، مسافر وجدا مشغول، لكن قلت لازم أني أرد. أولا ما أسمح لأي شخص كان أنه يستغل اسمي بضرب أي دولة من الدول العربية سواء الجزائر أو غيرها. بالنسبة لي الكل يعرفني أن أنا أحب كل البلدان العربية وأقدر شعوبها، وما أرضى أبدا على نفسي أني أسيء لأي دولة من الدول العربية. بالنسبة لفيديو المطار الكل يدري أني أنا نزلته بحسن نية، وما كان هدفي أبدا أني أسيء للجزائر أو غيرها. وأكبر دليل على صحة كلامي الفيديو اللي نزلته بعده ووضحت فيه كل شيء. قلتها من قبل وأرد أكررها ألف مرة، الجزائر بلد عزيز على قلبي وشعبها من الشعوب اللي أعتز بمعرفتها، فأتمنى ما يتم استغلال اسمي بالتغليل من الجزائر والشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري دائما راح يظل في القلب.